ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. معلش 2 قبل 3 ولا 3 قبل 2؟ معروفة ان الثلاثة اكبر من الاثنين. انتوا في العربي بتقولوا 32، فبالعقل كده الاثنين الاول، في الانجليش اتس 32، فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم تفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو، فيها زفت مجلة. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يا نيلي، ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان؟ ما تقولش كنز. الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي، لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه، زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. طب بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كنز. نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعة، يمكن جده سايبنا فيها رسالة زي اللغز اللي فات. صح والله، انت عايشة في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجلة والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ مش انتي لسه عمالة تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركة زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانتي تحلي قطعه. بقولك ايه يا بت، انتي انا مش ناقصه تفاهه وهيافه، هاتي المجله بدل ما اخليك انتي قطعه. لا انتي هبله بقى، انتي بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكتلك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكتلك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشي. لا لا لا، انتي كمان هتزعلي. ايه ده؟ مش مشكلة. مساء الخير، انتوا مين بقى؟ لا مؤاخذة. الله، بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذة؟ بالك فترة. ازيك؟ اهلا العم دهب. اهلا اهلا العم دهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله. سنين ما شفتكش من يوم من كا الله يرحمه مؤاخذة ما مات. اه، عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جدو؟ عز المعرفة، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد مكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح.
يبقى انت بقى اكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك، انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عمو فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تأميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. لا حلو. يلا بنات عشان احنا ها ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلماته المتقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا بنات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مغز؟ اللغز، اللغز. الحياه كلها الغاز والذهب. ما هو انت عارف البنت دي اصلها شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يا ولد لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى، انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول، لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نمشي. سلام يا بود. مع السلامه يا بود. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح، اقفل انت بقى وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا وده مخيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه، وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعد صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح. سرق فلوسه كلها، حب جدك بقى يديله مغرز. قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد. خد جدك الفلوس، وكل ما ده بيجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه. لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف. الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستاذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحى وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحى. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان بيكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم. نيلي وشريهان. ايوه. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني.
هو في حد يقدر يسرقها يا كمالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. وطبعا فلوسي في وصليهم. ولما مات الفلوس اختفت، محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته. وظهور نيل وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكة على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيل وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك، ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح، انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومه تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الاول اتفق على عرقي. سامعك، قول. عمليه زي دي ما اخدش فيها اقل من 100,000 قايف. لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 قايف. والله ما لقيت اهيف منك. اخر كلام 50,000 قايف. 50 ليه؟ وانا مأجر جيمس بوند. لا، مأجر ضاحي، وسعادتك عارف مين هو ضاحي. ما انا عشان عارف مين هو ضاحي مفيش اكتر من 5,000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5,000 جنيه دول معاك يا ملك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4,000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3,000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسة، قلت ايه؟ خمسة خمسة، مش هكسر كلمتك يا ملك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا، استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب ما مؤاخذة يعني، انت تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي كله لا لا، امال رايح تعمل ايه؟ صحيح، فاتتني دي. وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواقي مفيش غيرهم. بس خلاص هنا، يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي، يلا شوش. يلا خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيه لحد. انا اصلا ايه ده؟ ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه؟ ما اعرفش عنده ايه، انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه ادب قوي على فكره، خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي، يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه، ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك. قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك ايه؟ بقول لك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب. العربيه انا متشكر قوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي يلا شوش. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، نطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا، ما هي دي مش بطاطس، والميه الاخضر دي مش ملوخيه، ده ده قلقاس في السلق اللي هي الميه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل، ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش رأسي اللي هي رأسي ولا رأسي عشان أعرف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي. أفقي بالعرض، يبقى كلمة بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت. أوكي. أفكار مختلطة، أفكار مختلطة. أيوة، فين السؤال؟ ما فيش سؤال. أنا أجاوب. أنا هجاوب. أوكي. خواطر، أفكار مختلطة، خواطر، خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه، في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش.
يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا، فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسال؟ انا ما بسالش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن كيل حفيد لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنه 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص بقى. يا ريت يا ريت. حرف جر في حكايه قصه سارق السفن قرصان. قرصان يبقى في قصه حفيد القرصان. الحل في قصه حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقه جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه. مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم. ايوه ايه العلاقه؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو. حفيد القرصان، يس. برافو 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 عليا بجد. ام جينيوس. وما احتجتش للفلوطة اللي اسمها الشريهين دي. على فكرة انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. إنهم ليسوا معنا. إنهم ليسوا معنا؟ إنهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. إنهم ليسوا معنا. يعني إيه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني إيه غير ما تقولي لي يعني إيه ليسوا. ليسوا جروب أوف بيبل اسمهم ليسوا، ناس اسمها ليسوا. هو أنت بتبرري أي حاجة؟ قصة خيالية، ناس كاتبة حاجات. بصي أنا هقرا القصة، أنا لما أقراها وهفهمك. اوكي اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا. بص يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزه. واو أولا الجاكيت اللي انت لابساه كنزو. ايه العلاقة بالجاكيت اللي انت لابساه كنزو باللي انا بقوله دوت؟ سيف سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني. ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجة جت في دماغي. ما تقوليش يعني حاجة تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا، نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه. ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نسأله؟ مفيش غير بابي بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره. مش انتوا عندكم شركه شحن؟ اه. في مركب عندكم اسمها البطه الشقيه؟ سيف ايه؟ احنا شركه شحن كبيره قوي ومحترمه، اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطه الشقيه. احنا عندنا ثلاث مراكب، الدلوعه، فلافيلو، واللي غرقت دي كان اسمها الذبابه الملعونه. الدلوعه وفلافيل دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفه ب 2 جنيه اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي، تلاقي واحده متسوله قاعده في المركب وشاكاه حكاه صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش، انا زهقت خلاص وعايزه امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل، عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهين واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه، انا اسف. بس انا نو واي اروح بيت عندهم.
انا هكلم اصحابي كلهم، حد حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح بيت عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى، وجي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمه. اقطع دراعي، ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا، تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه، اكيد يعني مش هتهرب وبتسيب الست دي هنا. تجيب ايه؟ انت اصلك هبله يا بنتي، زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعده بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكيه ده. هاي شيريهان حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبت لك معايا ايه. الله، الشبح الكبير. شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست الكل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده، ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي، عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شوربه ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها دوره ولب خشابي ما ازقزتش، وقعدناها على المقاشه ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانه، بس هي بتاكل اي حاجه عادي. طيب اقوم احضر العشاء، زمانها قاعد. اعملي لي سوشي. ايه؟ عارفاه، مش ده العدسه ابو جبه؟ ايه ده، انا في كده. وانا خالتي، اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه، حد قال لك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتفك وتغور من هنا، الوقت اتاخر، مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوه حلوه سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا رحمة. طب هاكل لقمه وانت؟ قوم يا وريني عرض التفك يلا. طب سندوتش في السرير؟ سندوتش في عينك، حد قال لك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش سمعتها. انت غور من هنا كتكدايه. شوشو رن لك تكلميني. انت جايبه لنا من ايديه دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انتي طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي الشبح، خدي عينك فيه. هاتي المجله بقى عشان احل الكلمات المتقاطعه. على فكره انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعه. حليتي الكلمات المتقاطعه؟ يعني انتي ما روحتيش تجيبي حاجه بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس انا كنت قاعده في العربيه زهقانه يعني، وانت عارفه سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجله. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعه ولقيت ان الحل في ستوري في المجله اسمها حفيد الكرسان، وقعدت انا وسيف فور لايك ان اور بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه، كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى في ايه شريهان. ماشي. أنا تقريباً فهمت. فعلاً؟ بالسرعة دي؟ طب صدقي بقى مش هقولك أنا فهمت إيه؟ لا بليز قوليلي. لا بقولك بليز، هقولك إيه تاني؟ قوليلي لو سمحت. لو سمحت. ماشي. فلايت كان إداني فلاشية. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لمؤاخذة. أوكي فهمت. المهم الفلاشية دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد. العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات، هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركة. تقريبا ولا اكيد؟ اكيد تقريبا. انت متخلفة بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما انا معايا الفلاشاية في السنسلة. الفلاشاية والسنسلة في نفس الجملة؟ حرام عليك يا شريهان. أنا هقوم أجيب الفلاشية. أنا كمان هقوم أجيب اللابتوب. إيه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ أكيد طبعاً. وسعي كده.
تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. معلش 2 قبل 3 ولا 3 قبل 2؟ معروفة ان الثلاثة اكبر من الاثنين. انتوا في العربي بتقولوا 32، فبالعقل كده الاثنين الاول، في الانجليش اتس 32، فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شوية. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجلة اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد موجود على المجلة من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم تفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه متخلفه؟ ما احنا فاتحين الخزنه قدامك اهو، فيها زفت مجال. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يا نيلي، ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان، ما تقولش كنز، الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي، لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه، زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. طب بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كنز. نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعة، يمكن جده سايب لنا فيها رسالة زي اللغز اللي فات. صح والله، انت عايشة في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجلة والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ مش انت لسه عمالة تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركة زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانتي تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بنت، انت انا مش ناقصه تفاهه وهيافه، هاتي المجله بدل ما اخليك انتي قطعه. لا انتي هبله بقى، انتي بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكتلك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشي. لا لا لا، انتي كمان هتزعلي. ايه ده؟ انت كمان هتزعلي. مكتب تنسيق يا اخي، عيب. لا ولا بس مش كده. مساء الخير، انتوا مين بقى؟ لا مؤاخذة، الله بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذة؟ بالك بدر. ازيك؟ اهلا العم ذهب. اهلا اهلا عم ذهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله. سنين ما شفتكش من يوم من كده، الله يرحمه مؤاخذة ما مات. اه، عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفة، ده كان حبيبي. أكيد أنتوا بقى أحفاد مكاوي صح؟ واضح إن حضرتك ذكي ولماح. يبقى أنت بقى أكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح إن حضرتك ما عندكش تمييز خالص. أنا نيلي،
واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شيريهان. بطاطس في عينك. انا شيريهان يا بيه. شيريهان ونيلي. ابقى انا بقى عمو فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح. انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تاميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. الله حلو. يلا بلات عشان احنا ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلماته متقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا بلات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مغز؟ اللغز، اللغز. الحياه كلها الغاز والذهب. ما هو انت عارف البنت دي اصلها شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يا ولد لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى. انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول. لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نمشي. سما بود. مع السلامه عوده. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح. اقفل انت بقى وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا وده مخيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. اه بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش. بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعد صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح. سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز. قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد جدك الفلوس. وكل ما دهب يجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه. لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف. الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه. احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستاذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحى وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحى. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم. اه نيلي وشريهان. ايوه. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. اه وطبعا فلوسي في وسطيهم. اه
ولما مات الفلوس اختفت، محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته، وظهور نيل وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سك على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيل وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك، ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ اه صحيح، انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومه تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الاول اتفق على عرقي. سامعك، قول. عمليه زي دي ما اخدش فيها اقل من 100,000 قايف. لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 قايف. والله ما لقيت اهيف منك. اخر كلام 50,000 قايف. 50 ليه؟ وانا مأجر جيمس بوند. لا، مأجر ضاحي، وسعادتك عارف مين هو ضاحي. ما انا عشان عارف مين هو ضاحي مفيش اكتر من 5,000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هكسر ال 5,000 جنيه دول معاك يا ملك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4,000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3,000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه، قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا ملك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا، استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب ما مؤاخذه يعني، تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي كله لا لا، امال رايح تعمل ايه؟ اه صحيح، فاتتني دي. اه وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواقي ما فيش غيرهم. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايز اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربية وتيجي تاخدها بعد يومين إن شاء الله. أنا ما بديش عربية لحد أنا أصلاً. إيه ده إيه؟ إيه يا عم، إحنا مش صحاب ولا إيه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه إيه؟ يا عم صاحبك إيه ما أعرفش عنده إيه؟ أنا أول مرة أشوفك النهاردة. هو أنت ما بتؤمنش بالصحابية من أول نظرة؟ أنت عايز مني إيه؟ أنا عايزك في الخير. كمان ده أنت ليه أدب قوي على فكرة، خدت بالك بقى بيقول إيه؟ خلاص خلاص يا هاني، إحنا مش شاكرين قوي والله يا أخ سيف على التوصيلة الجميلة دي، يعني إحنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات إيه، ده الإخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحة يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم يا رب. مراتبك إيه؟ مراتبك إيه؟ بقول لك مراتبك يعني إن شاء الله يعني يقلب لك العربية دي جيب. العربية أنا متشكر قوي شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بس هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس بالملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا، ما هي دي مش بطاطس، والميه الاخضر دي مش ملوخيه، ده ده قلقاس في السلق اللي هي الميه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج، اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل، ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش رأسي اللي هي رأسي ولا رأسي عشان أعرف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي، أفقي بالعرض، يبقى كلمة بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت. أوكي أفكار مختلطة، أفكار مختلطة. أيوة فين السؤال؟ ما فيش سؤال، أنا أجاوب. أنا هجاوب. أوكي. خواطر، أفكار مختلطة، خواطر، خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكسي اشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا عكسي اشتري ابيع. وما يشتريش.
اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسال؟ انا ما بسالش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن كيل حفيد لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنه 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص بقى. ياريت ياريت. حرف جر في حكايه قصه سارق السفن قرصان. قرصان يبقى في قصه حفيد القرصان. الحل في قصه حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقه جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه. مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم. ايوه ايه العلاقه؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجله. حفيد القرصان حفيد القرصان حفيد اهو. حفيد القرصان. يس. برافو 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 عليا بجد. ام جينيوس. وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها الشريهان دي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم ليسوا معنا. انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي لي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا. ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي. حقا حسنا. بص يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزه. واو اه والله الجاكيت اللي انت لابساه كنزه. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزه باللي انا بقوله دوت؟ سيف سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني. ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني. حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نساله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره. مش انتوا عندكم شركه شحن؟ اه. في مركب عندكو اسمها البطه الشقيه؟ سيف ايه؟ احنا شركه شحن كبيره قوي ومحترمه، اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطه الشقيه. احنا عندنا ثلاث مراكب، الدلوعه فلافيلو، واللي غرقت دي كان اسمها الذبابه الملعونه. إيه الدلوعه وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفه ب2 جنيه؟ اللي هي جنب الاوتوبيس النهري دي، تلاقي واحده متسوله قاعده في المركب وشاكاه حكاه. صح سيف. بص عشان ما نتخانقش انا زهقت خلاص وعايزه امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل، عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهان واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه. انا اسف. بس انا نو واي اروح ابات عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابات عندهم. بس انا ما
مش عارفة ليه حاسة إن الناس عندهم حاجة مهمة. أنا مش عارفة هي سايبانا الست دي نعمل بيها إيه بقى؟ ودي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ أنا مش فاهمة. أقطع دراعي، ما كانتش البت دي خدت المجلة وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا إزاي بس؟ لا طبعًا، تلاقيها راحت تجيب حاجة وجاية، أكيد يعني مش هتهرب وبتسيب الست دي هنا. تجيب إيه؟ أنت أصلك هبلة يا بنتي. زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعدة بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكاية ده. هاي شيريهان حبيبتي، عاملة إيه؟ وحشتيني قوي. بصي أنا جبت لك معايا إيه؟ الله، الشبح الكبير. شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم أكيد أستاذة نيلي اتأخرت عشان بتجيب الشبح. ياض أنت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ إيه يا بنتي اللي إيه ده إيه ده؟ طب تصدقي أنت يا ست كل إن أنا أقول حاجة زي كده؟ أصدق عادي جدا. إيه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجة من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شربة ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها دورة ولب خشابي ما أزأزتش. وقعدناها على المقاشة ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانة، بس هي بتاكل أي حاجة عادي. طيب أقوم أحضر العشاء، زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. إيه؟ عارفاه، مش ده العدسة أبو جبة؟ إيه؟ ده أنا فيه كده. وأنا خالتي، اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وأنت إيه؟ حد قال لك إن أنا يا روح أمك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتفك وتغور من هنا، الوقت اتأخ، مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوة حلوة سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا رحمة. طب هاكل لهم اوانسة. قوم ياد وريني عرض التفك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك؟ حد قالك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش سمعتان. انت غور من هنا كتجداية. شوشو رنيلك تكلميني. انت جايبة هنا من ايديا دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيلة في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوة تعالي وراي عشان تقولي لي اللي انتي طالباه ده العدسة ابو جبة بيتعمل ازاي. تعالي الشبح خدي عينك فيه. هاتي المجلة بقى عشان احل الكلمات المتقاطعة. على فكرة انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعة. حليتي الكلمات المتقاطعة؟ يعني انتي ما روحتيش تجيبي حاجة بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس انا كنت قاعده في العربيه زهقانه يعني، وانت عارفه سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجله. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعه ولقيت ان الحل في ستوري في المجله اسمها حفيد الكرسان، وقعدت انا وسيف فور لايك ان اور بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه، كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى في ايه شريهان. ماشي. انا تقريبا فهمت. فعلا بالسرعه دي؟ طب صدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قولي لي. لا بقولك بليز، هقولك ايه تاني؟ قولي لي لو سمحت. لو سمحت. ماشي. فلايت كان اداني فلاشايه. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لا مؤاخذه. اوكي فهمت. المهم الفلاشايه دي كان فيها الصور بتاعه المخزن بتاع مينا بورسعيد. العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات، هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركة. تقريبا ولا اكيد؟ اكيد تقريبا. انت متخلفة بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما انا معايا الفلاشاية في السنسلة. الفلاشاية والسنسلة في نفس الجملة؟ حرام عليك يا شريهان. انا هقوم اجيب الفلاشيه. انا كمان هقوم اجيب اللابتوب. ايه ده؟ الخزنه دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟
ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. معلش 2 قبل الثلاثة ولا 3 قبل 2؟ معروفة ان الثلاثة اكبر من الاثنين. انتوا في العربي بتقولوا 32، فبالعقل كده الاثنين الاول، في الانجليش اتس 32، فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم تفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه متخلفه؟ ما احنا فاتحين الخزنه قدامك اهو، فيها زفت مجال. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يعني اللي ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان، ما تقولش كنز، الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل، احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي ناشونال تريشر. طب بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كنز. نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعة، يمكن جده سايبنا فيها رسالة زي اللغز اللي فات. صح والله، انت عايشة في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجلة والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ وشتي لسه عمالة تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركة زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانتي تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بت، انتي انا مش ناقصه تفاهه وهيافه، هاتي المجله بدل ما اخليك انتي قطعه. لا انتي هبله بقى، انتي بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكت لك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشي. لا لا لا، انتي كمان هتزعلي. ايه ده؟ تنسيخ يا اخي، عيب. لا بس ولا بس مش كده، ما تكلمش. مساء الخير، انتوا مين بقى لا مؤاخذه؟ الله بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك فتره. ازيك؟ اهلا العم دهب. اهلا اهلا العم دهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله، سنين ما شفتكش من يوم من كده، الله يرحمه مؤاخذه ما مات. اه عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفه، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد مكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح. يبقى انت بقى اكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك.
انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي ابقى انا بقى عمو فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، انا اعرفه من ايام ثوره 52، حضرت معاه تاميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. الله حلو. يلا بلات عشان احنا ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلماته متقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا بنات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مازن؟ اللغز، اللغز. الحياه كلها الغاز والذهب. ما هو انت عارف البنت دي اصلها شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يا ولد لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى، انا مكتبه مؤاخذه هنا فوق المرسم على طول، لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نمشي. سما بود. مع السلامه عوده. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح. اقفل انت بقى وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا وده مخيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي، ما قدرتش. اه بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعد صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح، سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد جدك الفلوس، وكل ما ده بيجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه. لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف. الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستاذني؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحى وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحى. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم؟ اه نيلي وشريهان؟ ايوه. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. اه وطبعا فلوسي في وصليهم. اه
ولما مات الفلوس اختفت، محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته، وظهور نيل وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سك على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيل وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك، ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ اه صحيح، انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومه تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الاول اتفق على عرقي. سامعك، قول. عمليه زي دي ما اخدش فيها اقل من 100,000 قايف. لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 قايف. والله ما لقيت اهيف منك. اخر كلام 50,000 قايف. 50 ليه؟ وانا مأجر جيمس بوند. لا، مأجر ضاحي، وسعادتك عارف مين هو ضاحي. ما انا عشان عارف مين هو ضاحي مفيش اكتر من 5,000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5,000 جنيه دول معاك يا ملك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4,000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3,000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه، قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا ملك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا، استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب ما مؤاخذه يعني، تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي كله لا لا، امال رايح تعمل ايه؟ اه صحيح، فاتتني دي. اه وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواقي ما فيش غيره. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربية وتيجي تاخدها بعد يومين إن شاء الله. أنا ما بديش عربية لحد أنا أصلاً. إيه ده إيه؟ إيه يا عم، إحنا مش صحاب ولا إيه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه إيه؟ يا عم صاحبك إيه، معرفش عنده إيه؟ أنا أول مرة أشوفك النهاردة. هو أنت ما بتؤمنش بالصحابية من أول نظرة؟ أنت عايز مني إيه؟ أنا عايزك في الخير. كمان ده أنت ليه أدب قوي على فكرة، خدت بالك بقى بيقول إيه؟ خلاص خلاص يا هاني، إحنا مش شاكرين قوي والله يا أخ سيف على التوصيلة الجميلة دي، يعني إحنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات إيه، ده الإخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. شكرا. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحة يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم يا رب. مراتبك إيه؟ مراتبك إيه؟ بقول لك مراتبك يعني إن شاء الله يعني يقلب لك العربية دي جيب. العربية أنا متشكر قوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بس هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا، ما هي دي مش بطاطس، والميه الاخضر دي مش ملوخيه، ده ده قلقاس في السلق اللي هي الميه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل. ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش رأسي اللي هي رأسي ولا رأسي عشان أعرف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي، أفقي بالعرض، يبقى كلمة بالعرض. vertical وhorizontal يعني. فهمت. أوكي. أفكار مختلطة. أفكار مختلطة. أيوة. فين السؤال؟ ما فيش سؤال. أنا أجاوب. أنا أجاوب. أوكي. خواطر. أفكار مختلطة خواطر. خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش.
اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسال؟ انا ما بسالش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن كيل حفيد لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنه 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص. ياريت يا ريت. حرف جر في حكايه قصه سارق السفن قرصان. قرصان يبقى في قصه حفيد القرصان. الحل في قصه حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقه جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه. مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم. ايوه ايه العلاقه؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجله. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو. حفيد القرصان. يس. برافو 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 عليا بجد. ام جينيوس. وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها الشريهان دي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم ليسوا معنا. انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا. ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا. بص يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزو. واو. اه والله الجاكيت انت لابساه كنزو. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزو باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني. ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني. حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نسأله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره. مش انتوا عندكم شركه شحن؟ اه. في مركب عندكم اسمها البطه الشقيه؟ سيف ايه؟ احنا شركه شحن كبيره قوي ومحترمه، اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطه الشقيه. احنا عندنا ثلاث مراكب، الدلوعه، فلافيلو، واللي غرقت دي كان اسمها الذبابة الملعونة. الدلوعة وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفة باتنين جنيه؟ اللي هي جنب الأتوبيس النهري دي، تلاقي واحدة متسولة قاعدة في المركب وشاكاه حكاه صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش، أنا زهقت خلاص وعايزة أمشي. أنا كمان تعبت بصراحة. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل، عشان أنا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهان واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه. انا اسف. بس انا نو واي اروح ابات عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابات عندهم. بس انا
مش عارفة ليه حاسة إن الناس عندهم حاجة مهمة. أنا مش عارفة هي سايبانا الست دي نعمل بيها إيه بقى؟ وجي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ أنا مش فاهمة. أقطع دراعي ما كانتش البت دي خدت المجلة وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا إزاي بس؟ لا طبعًا، تلاقيها راحت تجيب حاجة وجاية، أكيد يعني مش هتهرب وبتسيب الست دي هنا. تجيب إيه؟ أنت أصلك هبلة يا بنتي. زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعدة بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكاية ده. هاي شيريهان حبيبتي، عاملة إيه؟ وحشتيني قوي. بصي أنا جبتلك معايا إيه؟ الله، الشبح الكبير. شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيبلي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست الكل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شوربه ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها دوره ولب خشابي ما ازقزتش، وقعدناها على المقاشه ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانه، بس هي بتاكل اي حاجه عادي. طيب اقوم احضر العشاء زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. ايه؟ عارفاه، مش ده العدسه ابو جبه؟ ايه ده انا فيه كده. وانا خالتي اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه؟ حد قالك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا وقت تهز كتفك وتغور من هنا، الوقت اتاخ. مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوه حلوه سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا روح امك. طب هاكل لقمه وانزل. قوم ياد وريني عرض كتفك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك؟ حد قالك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش سمعدان. انت غور من هنا كتجدايا. شوشو رنيلك تكلميني. انت جايبهن من ايديا دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي. الشبح خدي عينك فيه. هاتي المجلة بقى عشان أحل الكلمات المتقاطعة. على فكرة أنا أوريدي حليت الكلمات المتقاطعة. حليتي الكلمات المتقاطعة؟ يعني أنتِ ما روحتيش تجيبي حاجة بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس أنا كنت قاعدة في العربية زهقانة يعني، وأنتِ عارفة سيف بيفضل ساكت فقلت أتسلى. طب هاتي المجلة. أنا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعة ولقيت إن الحل في ستوري في المجلة اسمها حفيد الكرسان. وقعدت انا وسيف فور لايك ان اور بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه، كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى في ايه شريهان. ماشي. انا تقريبا فهمت. فعلا بالسرعه دي؟ طب صدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قولي لي. لا بقولك بليز، هقولك ايه تاني؟ قوليلي لو سمحت. لو سمحت. ماشي. فلايت كان اداني فلاشاية. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لا مؤاخذة. اوكي فهمت. المهم الفلاشاية دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد. العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات، هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركة. تقريبا ولا أكيد؟ أكيد تقريبا. أنت متخلفة بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما أنا معايا الفلاشاية في السلسلة. الفلاشاية والسلسلة في نفس الجملة؟ حرام عليك يا شريهان. أنا هقوم أجيب الفلاشاية. أنا كمان هقوم أجيب اللابتوب. ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟
ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. معلش 2 قبل الثلاثة ولا 3 قبل 2؟ معروفة ان الثلاثة اكبر من الاثنين. انتوا في العربي بتقولوا 32، فبالعقل كده الاثنين الاول، في الانجليش اتس 32، فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. انا بس بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم تفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه متخلفه؟ ما احنا فاتحين الخزنه قدامك اهو، فيها زفت مجال. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يعني اللي ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان، ما تقولش كنز، الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل، احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس. زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. طب بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كنز. لا نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعة، يمكن جده سايبنا فيها رسالة زي اللغز اللي فات. صح والله، انت عايشة في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجلة والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ وشتي لسه عمالة تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركة زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانتي تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بت، انتي انا مش ناقصه تفاهه وهيافه، هاتي المجله بدل ما اخليك انتي قطعه. لا انتي هبله بقى، انتي بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكتلك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكتلك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشي. لا لا لا، انتي كمان هتزعلي. ايه ده؟ انتي كمان هتزعلي. ايه مكتب تنسيق يا اخي، عيب. لا ولا بس مساء الخير، انتوا مين بقى يا مؤاخذة؟ الله بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذة؟ بالك فترة. اهلا اهلا العم دهب. اهلا اهلا العم دهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله، سنين ما شفتكش من يوم من كده، الله يرحمه مؤاخذة ما مات. عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفة، ده كان حبيبي. أكيد أنتوا بقى أحفاد مكاوي صح؟ واضح إن حضرتك ذكي ولماح. يبقى أنت بقى أكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح إن حضرتك ما عندكش تمييز خالص. أنا نيلي، واللي لابسة بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك،
انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي ابقى انا بقى عمو فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، انا اعرفه من ايام ثوره 52، حضرت معاه تاميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. الله حلو. يلا بنات عشان احنا ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلماته متقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا بنات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مغز؟ لغز لغز. الحياه كلها الغاز والذهب. ما هو انت عارف البنت دي اصلا شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يا ولد لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى، انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول، لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نمشي. سما بود. مع السلامه عوده. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح. اقفل انت بقى وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا وده مخيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. اه بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليه نظف البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعد صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح، سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد. خد جدك الفلوس وكل ما ده بيجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه. لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف. الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستاذني انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحى وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحى. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم؟ اه نيلي وشريهان؟ ايوه. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. اه وطبعا فلوسي في وصليهم. اه
ولما مات الفلوس اختفت محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته، وظهور نيل وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكة على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيل وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك، ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح، انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومه تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الاول اتفق على عرقي. سامعك، قول. عمليه زي دي ما اخدش فيها اقل من 100,000 هايف. لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 هايف. والله ما لقيت اهيف منك. اخر كلام 50,000 هايف. 50 ليه؟ وانا ماجر جيمس بوند. لا، ماجر ضاعي، وسعادتك عارف مين هو ضاحي. ما انا عشان عارف مين هو ضاحي مفيش اكتر من 5,000 جنيه. قلت ايه؟ وانا مش هكسر ال 5,000 جنيه دول معاك يا ملك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4,000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3,000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه. قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا ملك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا، استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب ما مؤاخذه يعني، تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتذوقك يا اخي كله لا لا، امال رايح تعمل ايه؟ صحيح، فاتتني دي. وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواقي ما فيش غيرهم. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربية وتيجي تاخدها بعد يومين إن شاء الله. أنا ما بديش عربية لحد أنا أصلاً. إيه ده؟ إيه يا عم، إحنا مش صحاب ولا إيه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه إيه؟ يا عم صاحبك إيه ما أعرفش عنده؟ أنا أول مرة أشوفك النهاردة. هو أنت ما بتؤمنش بالصحابية من أول نظرة؟ أنت عايز مني إيه؟ أنا عايزك في الخير. كمان ده أنت ليه أدب قوي على فكرة، خدت بالك بقى بيقول إيه؟ خلاص خلاص يا هاني، إحنا مش شاكرين قوي والله يا أخ سيف على التوصيلة الجميلة دي، يعني إحنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات إيه، ده الإخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحة يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم يا رب. مراتبك إيه؟ مراتبك إيه؟ بقول لك مراتبك يعني إن شاء الله يعني يقلب لك العربية دي جيب. العربية أنا متشكر أوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، نطلع في حته ضلمه؟ اطلع بس هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا، ما هي دي مش بطاطس، والميه الاخضر دي مش ملوخيه، ده ده قلقاس في السلق اللي هي الميه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج، اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل، ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش رأسي اللي هي رأسي ولا رأسي عشان أعرف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي، أفقي بالعرض، يبقى الكلمة بالعرض. vertical وhorizontal يعني. فهمت. أوكي. أفكار مختلطة، أفكار مختلطة. أيوة، فين السؤال؟ ما فيش سؤال. أنا أجاوب. أنا هجاوب. أوكي. خواطر، أفكار مختلطة، خواطر، خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه، في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش.
اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسال؟ انا ما بسالش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن كيل حفيد لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنه 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص. ياريت. بقى يا ريت. حرف جر في حكايه قصه سارق السفن قرصان. قرصان. يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه. مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم. ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو. حفيد القرصان. يس. برافو 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 عليا بجد. ام جينيوس. وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها الشريهان دي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم ليسوا معنا. انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا. ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا. حسنا. بص يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزو. واو. اه والله الجاكيت اللي انت لابساه كنزو. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزو باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني. ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني. حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نساله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره. مش انت عندك شركه شحن؟ اه. في مركب عندكم اسمها البطه الشقيه؟ سيف ايه، احنا شركه شحن كبيره قوي ومحترمه، اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطه الشقيه. احنا عندنا ثلاث مراكب، الدلوعه، فلافيلو، واللي غرق دي كان اسمها الذبابة الملعونة. الدلوعة وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفة باتنين جنيه؟ اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي، تلاقي واحدة متسولة قاعدة في المركب وشاكاه حكاه صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش، أنا زهقت خلاص وعايزة أمشي. أنا كمان تعبت بصراحة. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل، عشان أنا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهين واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه، انا اسف. بس انا نو واي اروح ابات عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابات عندهم. بس
انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى، وجي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمه. اقطع دراعي ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا، تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه، اكيد يعني مش هتهرب وبتسيب الست دي هنا. تجيب ايه؟ انت اصلك هبله يا بنتي، زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعده بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكيه ده. هاي شيرين حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبت لك معايا ايه. الله، الشبح الكبير. شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست الكل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده، ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي، عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شوربه ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها دوره ولب خشابي ما ازقزتش، وقعدناها على المقاشه ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانه، بس هي بتاكل اي حاجه عادي. طيب اقوم احضر العشاء، زمانها قاعد. اعملي لي سوشي. ايه؟ عارفاه، مش ده العدسه ابو جبه؟ ايه ده انا فيه كده. وانا خالتي، اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه؟ حد قال لك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتفك وتغور من هنا، الوقت اتاخر. مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوه حلوه سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا روح امك. طب هاكل لقمه وانزل. قوم ياد وريني عرض كتفك يلا. طب سندوتش في السرير. سندوتش في عينك؟ حد قال لك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش سمعتها. انت غور من هنا كتكدايه. شوشو رنلك تكلميني. انت جايبه هنا من ايديه دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي. الشبح. خدي عينك فيه. هاتي المجلة بقى عشان احل الكلمات المتقاطعة. على فكرة انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعة. حليتي الكلمات المتقاطعة؟ يعني انتي ما روحتيش تجيبي حاجة بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس انا كنت قاعدة في العربية زهقانة يعني، وانت عارفة سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجلة. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعة ولقيت ان الحل في ستوري في المجلة اسمها حفيد الكرسان، وقعدت انا وسيف for like an hour بنحاول نفهم اي حاجة ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربية، كان في اشارة زحمة قوي فكنا بنتسلى في ايه شريهان. ماشي ماشي. انا تقريبا فهمت. فعلا بالسرعة دي؟ طب صدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قوليلي. لا بقولك بليز، هقولك ايه تاني؟ قوليلي لو سمحت. لو سمحت. ماشي. فلايت كان اداني فلاشاية. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لمؤاخذة. اوكي فهمت. المهم الفلاشاية دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد، العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات، هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركة. تقريبا ولا أكيد؟ أكيد تقريبا. أنت متخلفة بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما أنا معايا الفلاشاية في السلسلة. الفلاشاية والسلسلة في نفس الجملة؟ حرام عليك يا شريهان. أنا هقوم أجيب الفلاشاية. أنا كمان هقوم أجيب اللابتوب. ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟
ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. معلش 2 قبل الثلاثة ولا 3 قبل 2؟ معروفة ان الثلاثة اكبر من الاثنين. انتوا في العربي بتقولوا 32، فبالعقل كده الاثنين الاول، في الانجليش اتس 32، فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شوية. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجلة اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجلة من بره. اوكي. انا بس بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم تفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه متخلفه؟ ما احنا فاتحين الخزنه قدامك اهو، فيها زفت مجل. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يعني اللي ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان، ما تقولش كنز، الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي، لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل، احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس. زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. طب بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كنز. لا نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعة، يمكن جده سايبين فيها رسالة زي اللغز اللي فات. صح والله، انت عايشة في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجلة والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ مش انت لسه عمالة تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركة زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانت تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بتنتي، انا مش ناقصه تفاهه وهيافه، هاتي المجله بدل ما اخليك انت قطعه. لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكت لك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشي. لا لا لا، انت كمان هتزعلي. ايه ده؟ انت كمان هتزعلي. مكتب تنسيق يا اخي، عيب. لا ولا بس ما تكلمش. مساء الخير، انتوا مين بقى؟ لا مؤاخذه الله، بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك فتره. ازيك؟ اهلا العم ذهب. اهلا اهلا العم ذهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله، سنين ما شفتكش من يوم من كاو الله يرحمه مؤاخذه ما مات. عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفة، ده كان حبيبي. أكيد أنتوا بقى أحفاد مكاوي صح؟ واضح إن حضرتك ذكي ولماح. يبقى أنت بقى أكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح إن حضرتك ما عندكش تمييز خالص. أنا نيلي، واللي لابسة بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك،
انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي ابقى انا بقى عمو فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، انا اعرفه من ايام ثوره 52، حضرت معاه تاميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. الله حلو. يلا بنات عشان احنا ها ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلماته المتقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا بنات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مغز؟ اللغز، اللغز. الحياه كلها الغاز والذهب. هو انت عارف البنت دي اصلا شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يا ولد لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى، انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول، لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نمشي سما بود. مع السلامه عوده. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح. اقفل انت بقى وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا ودمه خفيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. اه بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعد صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح، سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد. خد جدك الفلوس وكل ما ده بيجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه. لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف. الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجري دغري على طول. تستاذني انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحى وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحى. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ورا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم؟ اه نيلي وشريهان؟ ايوه. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. اه وطبعا فلوسي في وصليهم. اه
ولما مات الفلوس اختفت محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدأ يدور بطريقته، وظهور نيلي وشريهان أحفاده دول معناها إنهم لقوا سكة على الفلوس دي. فهمتك، يعني أنت عايزني أخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك، ولما تخلص عليهم أنا هستفيد إيه؟ آه صحيح، أنا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم الـ 24 ساعة، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا إيه ويشربوا إيه، وكل معلومة تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الأول هتفق على عرقي. سامعك، قول. عملية زي دي ما خدش فيها أقل من 100,000 آيف. لم لعب الأطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 آيف. والله ما لقيت أهيف منك. آخر كلام 50,000 آيف. 50 ليه؟ وأنا مأجر جيمس بوند. لا، مأجر ضاحي، وسعادتك عارف مين هو ضاحي. ما أنا عشان عارف مين هو ضاحي، مفيش أكتر من 5,000 جنيه، قلت إيه؟ وأنا مش هخسر ال 5,000 جنيه دول معاك يا ملك، ده أنا خطفت لك ابن شريكك ب 4,000 جنيه، وسرقت لك ورق الأرض بتاع الصحراوي ب 3,000 جنيه، وشلت لك عربية البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الآخر كوزين دورة. هما خمسة، قلت إيه؟ خمسة خمسة، مش هكسر كلمتك يا ملك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا، استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب ما مؤاخذه يعني، تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتذوقك يا اخي كله، لا لا. امال رايح تعمل ايه؟ اه صحيح، فاتتني دي. اه وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواقي ما فيش غيرهم. بس خلاص هنا، يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ايش؟ يلا شوش. يلا خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيه لحد. انا اصلا ايه ده؟ ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه؟ ما اعرفش عنده ايه، انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه ادب قوي على فكره، خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي، يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه، ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك ايه؟ بقول لك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب. عربيه انا؟ متشكر قوي، شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا، ما هي دي مش بطاطس، والميه الاخضر دي مش ملوخيه، ده ده قلقاس في السلق اللي هي الميه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج، اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل، ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش رأسي اللي هي رأسي ولا رأسي عشان أعرف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي، أفقي بالعرض، يبقى الكلمة بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت. أوكي أفكار مختلطة، أفكار مختلطة. أيوة فين السؤال؟ ما فيش سؤال، أنا أجاوب. أنا هجاوب. أوكي. خواطر، أفكار مختلطة، خواطر، خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا عكس يشتري يبيع. وما يشتريش.
اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسال؟ انا ما بسالش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن كيل حفيد لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنه 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص. ياريت. بقى يا ريت. حرف جر في حكايه قصه سارق السفن قرصان. قرصان. يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه. مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم. ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو. حفيد القرصان. يس. برافو 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 عليا بجد. ام جينيوس. وما احتجتش للفلوطة اللي اسمها الشريهان دي. على فكرة انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. إنهم ليسوا معنا. إنهم ليسوا معنا. إنهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. إنهم ليسوا معنا. يعني إيه ليسوا بقى؟ طب مش هقولك ليسوا يعني إيه غير ما تقولي يعني إيه ليسوا. ليسوا group of people اسمهم ليسوا. ناس اسمها ليسوا. هو أنت بتبرري أي حاجة؟ قصة خيالية ناس كاتبة حاجات. بصي أنا هقرا القصة، أنا لما أقراها وهفهمك. اوكي اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا. عجلة. بص يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزه. واو. الجاكيت اللي انت لابساه كنزو. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزو باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني. ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني. حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش عارفه احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف. نيلي ما فيش حد تاني في عليكم ينفع نساله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره. مش انتوا عندكم شركه شحن؟ اه. في مركب عندكم اسمها البطه الشقيه؟ سيف ايه، احنا شركه شحن كبيره قوي ومحترمه، اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطه الشقيه. احنا عندنا ثلاث مراكب، الدلوعه، فلافيلو، واللي غير دي كان اسمها الذبابة الملعونة. الدلوعة وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفة باتنين جنيه اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي، تلاقي واحدة متسولة قاعدة في المركب وشاكاه حكاه صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش، أنا زهقت خلاص وعايزة أمشي. أنا كمان تعبت بصراحة. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل، عشان أنا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهان واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه، انا اسف. بس انا نو واي اروح ابات عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابات عندهم. بس انا
مش عارفة ليه حاسة إن الناس عندهم حاجة مهمة. أنا مش عارفة هي سايبانا الست دي نعمل بيها إيه بقى؟ ودي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ أنا مش فاهمة. أقطع دراعي ما كانتش البت دي خدت المجلة وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا إزاي بس؟ لا طبعًا، تلاقيها راحت تجيب حاجة وجاية، أكيد يعني مش هتهرب وبتسيب الست دي هنا. تجيب إيه؟ أنت أصلك هبلة يا بنتي. زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعدة بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكاية ده. هاي شيريهان حبيبتي، عاملة إيه؟ وحشتيني قوي. بصي أنا جبت لك معايا إيه؟ الله، الشبح الكبير. شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم أكيد أستاذة نيلي اتأخرت عشان بتجيب الشبح. ياض أنت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ إيه يا بنتي اللي إيه ده إيه ده؟ طب تصدقي أنت يا ست كل إن أنا أقول حاجة زي كده؟ أصدق عادي جدا. إيه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجة من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شربة ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها دورة ولب خشابي ما أزأزتش. وقعدناها على المقاشة ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانة، بس هي بتاكل أي حاجة عادي. طيب أقوم أحضر العشاء زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. إيه؟ عارفاه، مش ده العدسة أبو جبة؟ إيه؟ ده أنا فيه كده. وأنا خالتي، اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وأنت إيه؟ حد قال لك إن أنا يا روح أمك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتفك وتغور من هنا، الوقت اتأخر، مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوة سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا رحمة. طب هاكل لهم اوانزل. قوم ياد وريني عرض التفك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك؟ حتى قالك ان انا بربي عجول. طب انا ما خدت السمع ده. انت غور من هنا كتكداية. شوشو رنيلك تكلميني. انت جايبة هنا من رداية دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيلة في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوة تعالي وراي عشان تقولي لي اللي انتي طالباه ده العدسة ابو جبة بيتعمل ازاي. تعال الشبح خدي عينك فيه. هاتي المجلة بقى عشان احل الكلمات المتقاطعة. على فكرة انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعة. حليتي الكلمات المتقاطعة؟ يعني انتي ما روحتيش تجيبي حاجة بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس انا كنت قاعده في العربيه زهقانه يعني، وانت عارفه سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجله. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعه ولقيت ان الحل في ستوري في المجله اسمها حفيد الكرسان، وقعدت انا وسيف فور لايك ان اور بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه، كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى في ايه شريهان. ماشي انا تقريبا فهمت. فعلا بالسرعه دي؟ طب صدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قوليلي. لا بقولك بليز، هقولك ايه تاني؟ قوليلي لو سمحتش. لو سمحت. ماشي. فلايت كان اداني فلاشايه. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لمؤاخذه. اوكي فهمت. المهم الفلاشايه دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد. العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات، هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركة. تقريبا ولا اكيد؟ اكيد تقريبا. انت متخلفة بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما انا معايا الفلاشاية في السنسلة. الفلاشاية والسنسلة في نفس الجملة؟ حرام عليك يا شريهان. انا هقوم اجيب الفلاشيه. انا كمان هقوم اجيب اللابتوب.